لا يجب أنا هذه المبادرة سيد الولي سميت بمبادرة سعيدة الخضراء، وتحت لواء مبادرة الوطنية الجزائر الخضراء. وكما كذلك نشكر السلطات المحلية على رأسها يعني سيد رئيس المجلس الشعبي البلدي اللي وافق لنا على الأرضية هذه باش نخصوا فيها مشتلة وقف للولاية. سيد الولي احنا رانا يعني اهل، راه عندنا يعني شبيبة من اهل الاختصاص، عندنا لي بيزاجيس، عندنا قلنا يعني نخلو هاد المشتلة وقف للولاية سعيد. بارك الله، وهذا الله يبارك فيك. رانا دايرين لها البلون تاعها اون طروادي بالدرون سيد الوالي. الله غالب الفرصه، احنا رانا كل جمعه نجو هنايا نبدو نقو نغرسو فيه الشجرات نديرو عليها. رانا نحتاجو كذلك الوقفات نتاعكم سيد الوالي، الالتفاتات تاعكم كذلك في المساعده هذه. وهذه اليوم رانا فيها، غدوه ماناش فيها، غادي نخلوها كيما نقولوا وقف للاجيال القادمه. احنا مادام عندنا اهل الاختصاص بغينا نغتنموا هذه الفرصه باش كما قال لك نحتاوه. اليوم رانا فيها، غدوه ان شاء الله تجي الاجيال القادمه تكون على الاقل ولايتنا عندها مشتله، عندها وقف للمشتله تاعها. ما يخفاش عليك كذلك سيد الوالي باللي الثمن تاع الاشجار راه غالي، لانه كثره الطالب راه عليه، وعليه ارتئينا انه لابد عليه تكون عندنا يعني مشتله في الخاصه بالولايه. بارك الله فيك، يكون عندنا انتاج. راه احد المحسنين، احنا ما عرفناش، وصلنا الخبر قال لك باللي راه تبرع لنا ب 500 شجره اليوم الان. نشكروه بارك الله فيه. نقوله ولا ما نقولش؟ ما بدا بينا. سيد درار تبرع لنا ب 500 شجره. يا ربي يبارك فيه، ربي يبارك فيه، ربي يجزيك. التبرعات سيد الوالي رانا نلقوها تقريبا من خارج الولايه بكثره. فهمني، كاين محسنين يعني في العاصمه اللي هم يتبرعوا لنا بالالاف تاع الاشجار، 1000 شجره. كذلك راه شرينا شاحنه سيد الوالي، راه عندنا شاحنه هذه وقف للمبادره، راه فيها 3 صهاريج من 1000 لتر. يعني راه كاين تما كيما هكا 300 لتر. راه عندنا جروب الكتروجين، عندنا زوج تاع لي مارتو بيكار لي طاريير كذلك. يعني العتاد تاع الغرس راه الحمد لله راه كاين. بارك الله فيك. السيد رئيس المجلس الشعبي البلدي راه عطانا يعني كما قال لك كامل الصلاحيات باش نروحوا نعمروا الماء في اي وقت، الابواب مفتوحه، وما يقاري الكاميو تما كاين ما كاش كاع اللي يتعرض لنا ولا. والحمد لله ربي يبارك فيه. رانا نسعوا سيد الوالي الان من اجل تسييج المنطقه، على الاقل يكون عندنا منطقه وين نجيبوا هذه الاشجار اللي هم يتبرعوا لنا بها نحطوها هنا. راه كاين كذلك محسن راه تبرع لنا بزوج تاع اليسار بويوت بلاستيكيه. بارك الله فيك سيد الوالي، باش تكون الرعايه تاعها. الله يبارك فيك. اما كان خاصه اذا تعلق الامر بالشجره والتشجير والاخضرار في المنطقه، الحمد لله يعني باديه العمليه. الحمد لله. دوكا كي تروح تلقى اغلبيه الشوارع فيها الشجار، فيه يبقى مواصله الصيانه. هي الاهم. المساحه وقاعد نسمحوا فيها. هي الاهم. بارك الله فيك. هذه ما تقعدوش تما غير في الاخر. ديروا الصيانه مع لي بيك. انا لي بيك راه تعاونكم بالعمال وانتم ما دام قلت عندكم اختصاصيين تتكامل كامل الادوار ان شاء الله باش تكون سعيده خضراء ان شاء الله. ان شاء الله. الله يخليك.